على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تم إقامة احتفالية بتوزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها الـ14 هذا العام، وحضر الاحتفالية عدد كبير من الفنانين والنجوم، طبعا نجوم الفن والسينما، والعديد أيضا من الكتاب والمثقفين، بالإضافة لعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين. كاميرا فلاش طبعا حضرت هذه الاحتفاليه لتوزيع جوائز مسابقه ساويرس الثقافيه على المسرح الكبير بدار الاوبرا، والتقت بالاستاذه نوره سليم المدير التنفيذي لمؤسسه ساويرس، واللي كلمتنا عن دور المؤسسه وانشطتها طبعا، والتقينا كمان بالمؤلف والسيناريست تامر حبيب. تعالوا نشوف هذه اللقاءات مع بعض وارجعوا لنا مره تانيه. مؤسسة تنموية مانحة بتهتم بالتمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، التعليم، ودعم الثقافة والفنون هو برضو جزء رئيسي من أو مجال رئيسي من المجالات اللي احنا بنعمل عليها من خلال جائزة ساويرس الثقافية. واحنا الجائزة بدأت في 2005، وكل سنة كنا بنهتم ان احنا نكبر الجائزة، سواء نكبرها من ناحية فروع جديدة للجائزة، سواء نكبرها من ناحية الجائزة ليها 6 فروع، هي الرواية والمجموعة القصصية، النقد الأدبي، النص المسرحي، سيناريو السينما لشباب الكتاب وكبار الأدباء. أنا دي بالنسبة لي جائزة مهمة، يعني حضور هذا الحدث كل سنة. أنا بقالي 14 سنة، يعني هو بقاله 14 سنة، أنا في 12 منهم مثلا جيت، الاثنين التانيين كنت بره مصر فما عرفتش أحضره. فأنا بحس إن دي احتفالية خاصة بمهنتي وبما أي حاجة ليها علاقة بالكتابة، فدي وده مش موجود كتير. فبجد اليوم ده بيبقى يوم حلو ومهم بالنسبة لي. مسابقة ساويرس الثقافية أطلقتها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وده كان عام 2005، بهدف تشجيع الإبداع الفني وتسليط الضوء على المواهب الواعدة الجديدة. الجائزة كانت فكرة سعت لتنفيذها الراحلة شمس الاتريبي، وهي مؤسس وعضو مجلس أمناء جائزة ساويرس، وبيتم تكريمها بالفعل في حفل هذا العام بعرض فيلم وثائقي عن حياتها وإسهاماتها في دعم الإبداع والثقافة والتراث. تعالوا مع بعض دلوقتي نكمل لقاءاتنا من خلال هذا الحفل الكبير، حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية، وبنلتقي دلوقتي بالفنان والنجم صبري فواز، واللي دايما بيكون حريص على حضور العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية. تعالوا نشوف معاكم هذا اللقاء وارجعوا لنا مرة تانية. فنان يعني مهموم بكل ما له علاقة بالفن، أدب، فن تشكيلي، مزيكا، طبيعي يا شاعر، عشان أنا ممثل شاطر. والله العظيم بص الموضوع بسيط، والله العظيم أنت بتبقى عايز تشتغل إيه، بتحدد لنفسك شغلتك. شغلة التمثيل دي اسمها إنك تعمل شخصيات، مشخصات. مشخصاتي يعني كل شخصية غير التانية، ده اللي أنا أفهمه، ده اللي انا اتعلمناه، فانا بعمل ده. هل ده بقى كويس ولا مش كويس؟ ده موضوع تاني بقى. الحاله الانتاجيه بس، لكن الحاله الفنيه زي الفل. الموضوع بسيط يعني. الحاله الانتاجيه وده اي حاجه لها علاقه بالانتاج وراس المال، الحاجات دي مشاكلها مؤقته مش مشاكل في العظم يعني، وبالتالي الفن بخير، مشاكل انتاجه هتعدي يعني يومين ويعدوا يعني، مفيش مشكله. لا ما عنديش حاجة في رمضان حتى الآن. بتعتبر جوائز مسابقة ساويرس الفنية واحدة من أهم المسابقات والجوائز الثقافية في مصر في السنوات الأخيرة، حيث أنها بتختص بالعديد من جوانب الفن والثقافة والكتابة، وبتتنوع جوائزها كمان في مجالات زي السيناريو والنقد، الرواية، القصة القصيرة، المسرحيات، وأيضا في فئتين الشباب والمحترفين. وفاز بجائزة السيناريو هذا العام، ونصفة سيناريو
إشارة المحبة تأليف هالة خليل، وأيضا سيناريو بنات روزة من تأليف وسام سليمان. تعالوا مع بعض دلوقتي نلتقي بالمخرج أمير رمسيس وأيضا الفنان شريف رمزي على هامش حضورهم الحفل، ونشوفهم قالوا إيه للكاميرا فلاش ورجعوا لنا مرة تانية. أنا بالنسبة لي الجائزة دي بتلعب دور ضروري ومهم وحيوي، في سواء على مستوى الحركة الأدبية أو على مستوى صناعة السينما. إحنا طول الوقت بنتساءل إزاي نلاقي المؤلف المبدع الجديد اللي مش بالضرورة موجود في السوق، إزاي يبقى عندنا فعالية بتسلط الضوء على مؤلف جديد أو بتدفعه خطوة لقدام. وأعتقد إن خلال 14 سنة اللي فاتت الجائزة قدمت لنا عدد كبير من السيناريوهات الخلاقة جدا. أعتقد إن آخر جيل ممكن نكون عرفناه من المؤلفين اللي تعرفوا من خلال الجائزة دي المؤلف هيثم دبوري، صاحب فيلم فوتوكوبي، صاحب فيلم عيوني فوتوكوبي، كان في قائمة قصيرة للمسابقة. فيلمه اللي بعده عايش كان واخد جائزة أحسن سيناريو في الدورة التالية. يعني ده حد من اللي تعرفنا عليه، كلنا عارفين ان افلام زي فيلم 1-0 مثلا الكاتبة مي منعوم كان تعرف خلال ده، فيلم هيليوبوليس احمد عبد الله، وعدد كبير من السيناريوهات اللي طاحت في السوق على الاقل اتيح فرصه للمنتجين ان هم يقروها. يعني القيمه الماديه اللي بتعطى للمؤلف ما بتقعدوش العدد الايام اللي تخليه يبدع براحته. يعني القيمه اللي بتديها له كمثلا كفيلم كمؤلف مهما كان اسمه، مش ممكن يقعد سنتين يكتب لك فيلم، اخره لازم يخلص على طول. غير ان عندنا كان ازمه افكار في فتره، غير عندنا ازمه احترافيه في الكتابه، غير ان بقى الموضوع كله قايم على الورش. لا انا معاها لو مطلع عمل حلو، لكن مش مع فكره سبوبه الورش ان كله يجتمع عشان نطلع ايه. يعني ساعات الورشه بتبقى كويسه ومفيده في اعمال، وساعات بتبقى مضره جدا في اعمال تانية، فمش دايما هي ناجحه.